السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كيفية البحث عن الأحجار الكريمة في مجاري المياه. إن شاء الله هذا الفيديو سنشرح فيه كيف تبحث عن المياه، عن الأحجار الكريمة في المياه. هذه سبحان الله مررت هنا، هذه الحجرة سبحان الله على شكل زمرد صغير سبحان الله. سنأتي إلى هنا، سنرى حجرة أخرى ما شاء الله، حجرة جميل منفصلات الأحجار الزجاجية. هذا حجر جميل من الأحجار الزجاجية سبحان الله. نريد أن نختبر هذا الحجر، هل هو شديد الصلابة أم لا؟ سنرى الحجر هل هو شديد الصلابة أم لا. إن كان شديد الصلابة فهو جيد سبحان الله. هذا حجر تقريبا حجر قوي. سنرى هل سيتخدش أم لا. والله ما تحرك فيه شيء سبحان الله، ما شاء الله، حجر جميل انظر. ما ينكسر، هذا من الأحجار الجميلة تم العثور عليه سبحان الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سنبحث ريتنا نجد حجر آخر إن شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية البحث عن الأحجار الكريمة.